الإنفلونزا، هل هي الوباء القادم أم لا؟ تعد الإنفلونزا إحدى التهديدات الوبائية الكبرى التي تواجهنا، حيث ينتقل الفيروس عن طريق الهواء ويتحور سريعاً، وتظهر كل عام سلالات مختلفة سائدة جديدة، وتنتج لقاحات جديدة في كل موسم من مواسم الإنفلونزا، وتجرى حالياً أبحاث لإنتاج لقاح شامل ضد جميع السلالات الإنفلونزا، تحمي ضد الأنواع المتعددة ومنها السلالات التي قد تظهر حديثا وتسبب وباء. أنواع الإنفلونزا: إنفلونزا الطيور A ومنها H7N9 ومنها H5N1، وإنفلونزا البشر A الذي يرمز لها H1N1. التنسيق العالمي والاستجابة المحلية يتطلب منع تفشي مرض ما من أن يصبح وباء بالتعاون والتنسيق المشترك بين المجتمعات الفردية إلى الشراكات الدولية، وتتولى منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قيادة هذه المسؤولية في تنسيق بين الحكومات، ولكل بلد دور يؤديه.